انطلقت فعاليات المؤتمر الخاص بنظام التعليم ستيم الذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. ناقش المؤتمر عددا من المحاور التي تتضمن دور نظام التعليم ستيم في تنمية مهارات الطالب خاصة في مرحلة التعليم الثانوي، إلى جانب استعراض النجاحات والفرص والتحديات وبحث كيفية تعظيم فرص الاستفادة من خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا. USAID and the American people are investing. نحن كحكومة أمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نستثمر في مجال الابتكار والعلوم. قد استثمرنا 55 مليون دولار في مجال البحث وفي مجال التعليم في العلوم والهندسة والرياضيات والتكنولوجيا والابتكار. نحن نهتم بشكل عميق وخالص بمستقبل مصر، وهناك فرص كثيرة متاحة لدعم مصر والشعب المصري. وأيضا ندعم هذا العام تين ايجيبت في المعرض الدولي للتكنولوجيا والهندسة في لوس أنجلوس. احنا عندنا المدرسة عندنا بتقوم على البحث العلمي والمشروعات، يعني الطالب بيدرس زيه زي أي طالب في الثانوي، بس طبعا مناهج خاصة ومخرجات تعلم خاصة. بيدرس مواد العلوم كلها، فيزيكس وكيمستري ورياضة وإنجليزي وكل التخصصات الأخرى، بس مش مجرد دراسة نظرية، لا دراسة تطبيقية. بيبدأ يعمل تكامل ما بين المواد دي كلها بعض من أجل مشروع بحثي بيعمله كل فصل دراسي، يعني كل ترم. أنا كان عندي شغف إن أنا أخش ستيم بسبب موضوع التطبيق في الحياة العملية، فكرة الكابستون، وإن إحنا مش بس مجرد بنتعلم لأجل إننا بنتعلم، بل إننا بنطبق ده في حياتنا العملية وبنشوف إيه المشاكل الموجودة. جزء كبير من تعليم جوه ستيم كان على فكرة الكابستون، لأن هو عليه درجة عالية جدا في أول سنة وتاني سنة. كان في مشاريع منهم كبيرة جدا ودخلنا بيها مسابقات، وفي منهم مشاريع اللي هي جاهزة بالفعل إنها يعني يتملها ماركت جوه السوق.